قد يقول قائل وماذا نصنع بقول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين؟ نقول سبحان الله، بعض الناس يلبس. وصدق صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هؤلاء أهل زيغ يلبسون على الناس. والحق الذي لا شك فيه أن هذه الآية وهي قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، هذه جملة براءة لا جملة إقرار. هذه جملة إيش؟ براءة. لكم دينكم، الضال المحرف أبرأ إلى الله منه لا أتبعه، أما أنا هكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أتباعه من بعده، فلهم دينهم الحق الذي بعث الله عز وجل به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ليست الآية آية إقرار، لكم دينكم ابقوا عليه واستمروا، ولي دين أنا أبقى عليه ولا مشكلة. لا والله، ولا قال أحد قط من أهل العلم بالتفسير هذا الكلام. هذه جملة ماذا؟ براءة، لا جملة إقرار. وسبحان الله العظيم، انظر كيف يتركون هذه المحكمات الواضحات في الكتاب والسنة ويأتون يلبسون على بعض الناس بمثل هذه الآية التي ما فهموها ولا حملوها على وجهها. إذن يا إخوة، هذا المقام مقام عقدي ومسلم من مسلمات الدين، لا يجوز التردد فيه ولا الاشتباه.